السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206 بعد 200 والألف. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد الألوهية والعبادة، والمراد به أصالة توحيد الألوهية والعبادة، ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها، ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها. وما سواه من أنواع التوحيد فهو تابع له، وما سواه من أنواع التوحيد فهو تابع له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة
سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فإن العبادة في الشرع تقع على معنيين، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو إفراد الله بالتوحيد، والآية تبين الحكمة من خلق الجن والإنس أنها إقامة العبادة، وما خلقوا له فهو واجب عليهم ويندرج في ذلك التوحيد في معنى العبادة العام، ويختص بها في معناها الخاص، والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله تعالى أن اعبدوا الله، فإنه أمر والأمر للإيجاب فالعبادة واجبة وهي التوحيد في معناها الخاص وهو فرد من أفرادها في معناها العام فيكون التوحيد واجبا والآخر في قوله: واجتنبوا الطاغوت، أي باعدوه وحاذروه والطاغوت له معنيان: أحدهما خاص وهو الشيطان، فإن الطاغوت إذا أطلق ذكره في خطاب الشرع أريد به الشيطان، والآخر عام. وأحسن ما قيل في حده قول ابن القيم في إعلام الموقعين: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والأمر بمجانبة الطاغوت أمر بتوحيد الله لأنه لا تمكن مجانبة الطاغوت إلا أن يكون العبد موحدا لله والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فإنه أمر بالعبادة وهي التوحيد وهو فرد من أفرادها
في معناها العام، وهو فرد من أفرادها في معناها العام. والأمر بها في الآية مندرج في قوله وقضى ربك، والأمر بها في الآية مندرج في قوله وقضى ربك، أي قضاء دينيا شرعيا، أي قضاء دينيا شرعيا يطالب الخلق به، يطالب الخلق به، لأن قضاء الله نوعان، لأن قضاء الله نوعان، أحدهما قضاء شرعي ديني، أحدهما قضاء شرعي ديني ومحله الشرع، ومنه الآية المذكورة، والآخر قضاء كوني قدري، قضاء كوني قدري ومحله القدر. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، لأن الأمر بالعبادة أمر بالتوحيد على ما تقدم بيانه، لأن الأمر بالعبادة أمر بالتوحيد على ما تقدم بيانه، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا، والآخر في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، والآخر في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، والنهي عنه أمر بمقابله وهو توحيد الله، والنهي عنه أمر بمقابله وهو توحيد الله. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، والنهي عنه أمر بمقابله وهو توحيد الله، والنهي عنه أمر بمقابله وهو توحيد الله، فيكون التوحيد مأمورا به أمر إيجاب، فيكون التوحيد مأمورا به أمر إيجاب. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، في جعله ما تضمنته الآيات من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية اسم موضوع شرعا وعرفا لما يؤمر به على وجه التعظيم، والوصية اسم موضوع شرعا وعرفا لما يؤمر به على وجه التعظيم، فالمأمور الموصى به هنا الأمر فيه أمر إيجاب، فالمأمور الموصى به هنا الأمر فيه أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا،
وقول ابن مسعود التي عليها خاتمه على وجه التشبيه لا إرادة الحقيقة، على وجه التشبيه لا إرادة الحقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مختوما عليها، لم يترك وصية مختوما عليها، وإنما أوصى بالقرآن، وإنما أوصى بالقرآن، ومنه الآيات المذكورات، ومنه الآيات المذكورات، فكأنها بمنزلة الوصية التي تكتب ويختم عليها، فكأنها بمنزلة الوصية التي تكتب ويختم عليها. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، على ما تقدم من بيان اشتمال العبادة على التوحيد، على ما تقدم من بيان اشتمال العبادة على التوحيد، بل إنها تجيء في معناها الخاص ويراد بها التوحيد، بل إنها تجيء في معناها الخاص ويراد بها التوحيد. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد حق الله على العباد، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد حق الله على العباد. واسم الحق في عرف الشرع موضوع لما يؤمر به، واسم الحق في عرف الشرع موضوع لما يؤمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. والأمير الصنعاني في بغية الآمل، والأمير الصنعاني في بغية الآمل: فمتى جعل الشرع شيئا حقا فهو مأمور به، فمتى جعل الشرع شيئا حقا فهو مأمور به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله تعالى، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. قوله لأن الخصومة فيه، أين أي بين الأنبياء وأممهم، أي بين الأنبياء وأممهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. قوله الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي بالنظر إلى فعل العابد، أي بالنظر إلى فعل العابد، فإنه متجاوز به حده، فإنه متجاوز به حده، لأن العبادة حق لله، لأن العبادة حق لله، وجاعلها لغيره متجاوز حق الله عز وجل في من جعله له،
وجاعلها لغيره متجاوز حق الله عز وجل متعد عليه في من جعلها له، فتكون الطاغوتية باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار المعبود، فتكون الطاغوتية باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار المعبود، فإنه ربما كان نبيا أو وليا صالحا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي الوصية بكتاب الله، أي الوصية بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة مختومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة مختومة، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنه بأشياء أوصى بها كلها ترجع إلى القرآن، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأشياء أوصى بها كلها ترجع إلى القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة قوله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون فضل التوحيد المذكور في الحديث، أي لا يعرفون فضل التوحيد المذكور في الحديث، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي ولو بعد موته في الشرعيات دون القدريات، أي ولو بعد موته في الشرعيات دون القدريات. فمتعلق العلم المذكور شيئان، فمتعلق العلم المذكور شيئان، أحدهما المسائل القدرية، أحدهما المسائل القدرية، أي ما يقع من تصرفات المقادير في الكون، أي ما يقع من تصرفات المقادير في الكون، فهذا لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من علم الله عز وجل. والآخر المسائل الشرعية، المسائل الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلم من غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلم من غيره،
ولو كان هذا بعد موته، ولو كان هذا بعد موته، فإن له العلم الكامل بالشريعة، فإن له العلم الكامل في الشريعة، فيجوز أن يقال في مسألة شرعية الله ورسوله أعلم، ولا يجوز أن يقال في مسألة قدرية الله ورسوله أعلم، بل يختص علمها بالله. فمثلا لو سئل سائل ما حكم صلاة الوتر فقال الله ورسوله أعلم، كان قوله صحيحا، لأن المسألة شرعية والرسول صلى الله عليه وسلم بها أعلم من سائر الخلق. ولو قيل متى يخرج النجم الفلاني في هذه السنة فقال قائل الله ورسوله أعلم، حرم، لأن علم القدر مغيب عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول القائل الله أعلم. وإطلاق ذلك في المسائل الشرعيات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كلام السلف رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.